السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I'm gonna recite Surah Al-Zariyat from para 26 to para 27. So let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. سورة الزاريات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبق إنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجعل يعجل سبيل فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أما وجدنا فيها غير
بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ففي عاد إذ أرسلنا عليهم ريح العقيم ما نذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين. وفي موسى إذ قيل له تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربها فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقون. والأرض والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلون مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قوم ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فاليوم الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Stay safe everyone.